don't know. Okay. I don't think I got all of this. الفيديو اللي شفته الآن باين عليه فيديو تصوير منزلي لشخص قاعد يفتح هدايا، والواضح ان هي هدايا الكريسماس. اذا هذا الشيء اللي جاء في بالك عزيزي المشاهد فانت ما انت غلطان، فعلا كان الوقت كريسماس، وفعلا هذا تصوير منزلي، وفعلا هذا الشخص كان بيفتح الهدايا حقت الكريسماس. ولكن في كمان اشياء انت ما تعرفها، زي مثلا فين الفيديو ده، متى الفيديو ده، والاهم ايش صار بعد الفيديو ده، ومين دول اللي ظهروا في الفيديو. Let's get into it. السلام عليكم، أنا لمو. فيديو اليوم ذكرني في قضية تكلمت عنها في قناتي. آخر الفيديو حقول لكم إيش هي القضية، لكن دي بالنسبة لي أشوفها فيها تعذيب نفسي. نهايتها حلوة ومحلولة، لكن اللي صار فيها يعور القلب، فخلينا ندخل في التفاصيل. في عام 1990 تحديدا في وقت الكريسماس زي ما ذكرت في بداية الفيديو، كان في عائلة يقال إن اسمها عائلة تيدي، وفي ناس تقول عائلة تيدا، والأغلب سمعتهم يقولوا تيدا. هذه العائلة عندها كوخ أو كابن أو كابينة موجودة في منطقة جدا جميلة. المنطقة دي هادئة وبعيدة كده عن الإزعاج والدوشة. في دي الكابن دائما يسووا فيها أي اجتماعات للعائلة، أو بيحتفلوا في الإجازات أو المناسبات اللي تيجي للعائلة، أو عموما المناسبات العامة، مثلا الكريسماس واحدة منها. يبعدوا عن ضجيج مدينة ومدري إيش ويهد دعوا أعصابهم، ولكن فيها عيب واحد، إنها جدا بعيدة وفي منطقة شبه مقطوعة. يعني مثلا مو مثلا مكان ما حد يعرف عنه، ولا مكان مثلا في وسط صحراء، لا، بس هي منطقة بعيدة بين الجبال ولكن جميلة حسب ما أنا شوف. فعندهم الكابن هادي، ما أعرف إذا كان في كابن تاني غيرها، وأعلى ما أعتقد هذه المعلومة ما شفتها في المصادر اللي شفت فيها القصة، إنه في كذا كابن موجودة في هذه المنطقة، بس كل واحدة فيهم نقول مرمية في ناحية. ليش قلت المعلومة دي؟ يعرفوا قدام ليش قلتها. فالعيلة هذه مكونة من أم وأب وبنتين بس. الأب اسمه رولف، الأم اسمها كي، والبنتين تريشا وليني. زي ما شفتوا بداية القصة إنه هذه القصة كانت في أوكلي في يوتا في يوم 22 ديسمبر من عام 1990، قبل الكريسماس بثلاثة أيام. العيلة قررت إنه إحنا حنجلس الفترة اللي قبل الكريسماس، وطبعا يوم الكريسماس والفترة اللي بعد الكريسماس، يعني إجازة كاملة. هم راحوا أصحاب الكوخ في البداية عشان يزينوا الكوخ أو يزينوا الكابن، جهزوها لاستقبال باقي أفراد العيلة، وإذا كان في أصدقاء، المهم لسه حيحتفلوا، فقاعدين يجهزوا في الكابن. فاللي راحوا هم الأم والأب والبنتين زائد الجدة. في نقطة لازم نعرفها كويس، هذه المنطقة اللي فيها الكوخ في لها بوابة رئيسية، تمام؟ عشان كده قلت لكم المنطقة أوكي هي بعيدة، بس في نفس الوقت معروفة. جنب البوابة الرئيسية في مكان تصف فيه السيارة، ومن المكان ده تاخذ سيارة الثلج زي ما يسموها، عشان من هذه البوابة للكوخ حقك أو للكابن حقتك تسوقها بسيارة الثلج، مو سيارتك أنت. في اليوم لما راحوا الخمسة أفراد دولة شافوا إنه في أشياء ناقصة ما جابوها معاهم، عشان كده قرروا كلهم الخمسة يروحوا للمدينة عشان يجيبوا بعض المشتريات، وراحوا بسيارتين. السيارة الأولى فيها ليني والأم والجدة، والسيارة الثانية فيها الأب وتريشا بنته. راحوا وخلصوا مشترياتهم ورجعوا. فلما رجعوا كانوا طبعا الاثنين ورا بعض، يعني انطلقوا مع بعض ورجعوا مع بعض. أول سيارة وصلت وأخذت سيارة الثلج وصلت للكابن كانت السيارة اللي فيها ليني والأم والجدة، يعني كانوا أول ناس يوصلوا للكابن. اللي بقول لكم هو ده كله أتخيل أنه هو صار بسرعة، بس أنا لازم أتكلم بشويش عشان أنت تستوعب اللي صار وأعطيك مجال تتخيل. وصلوا للكوخ، ليني بتساعد جدتها وأمها أنهم يشيلوا الأشياء من السيارة ويدخلوها الكوخ، لكن ليني كانت جدا بردانة ويدها خلاص مجمدة، فقالت لأمها حدخل الكوخ قبلكم بس أدفي يدي وأطلع أساعدكم. فأمها قالت لها طيب خلاص روحي. ليني دخلت، كانت طالعة فوق الدور اللي فوق، لمحت وراء الثلاجة في خيال شخص لابس رمادي وزي اللي ما يبغاها تشوفه، فقاعد
يبعد. ليني إجا في بالها إنه هذا واحد من أبناء أعمامها أو واحدة من بنات أعمامها من الناس اللي كانوا بيستنوهم إن هم يجوا، فزي اللي إيه بتتخبى أو بيتخبى عشان ينطوا عليها اللي بخ يسووا لها، فهمتوا يعني حركات يسووا لهم مفاجأة، لأنه كان متوقع يجي أي أحد من العيلة. عشان كده ما انفجعت، وفعلا جاء ونط الشخص ده قدامها، ولكن ما طلع أحد من قرايبها. طلع شاب في العشرينيات من عمره، لابس رمادي، شعره مجعد، وماسك مسدس وموجه المسدس على ليني. من هذه اللحظة إلين بعدين، كل اللي باكم تتخيلوه، طبعا بسم الله عليكم يعني، بس كل اللي باكم تتخيلوه في القصة دي كمية الصدمة لكل شخص عشان يستوعب إيش قاعد يصير قدامه. ليني يا جماعة كان عمره 16 سنة في ذا الوقت، فالبنت الآن قدام شخص مسلح. ما في ثواني إلا الأم دخلت هي والجدة، وهنا يظهر واحد تاني نسميه المجرم رقم 2، وصوب المسدس حقه على الأم، والأم هنا انفجعت، قالت له مين أنت وكيف جيت هنا وإيش تبغى؟ بعدين على ما أعتقد قالت له إنه حاعطيك اللي تبغاه بس سيبنا. بعد الجملة دي بثواني أطلق النار على الأم. تخيلوا قدام ليني شافت أمها وهي بتنطخ وطاحت في الأرض، وجه المسدس على الجدة وأطلق النار عليها. إيش تتوقعوا ردة فعل البنت في دي اللحظة؟ ليني ما كانت مدركة الشيء اللي صار معاها، لأنه فجأة سمعت طخ، فجأة سمعت إنه في أحد قاعد يطخطخ، وفجأة شافت إنه جدتها وأمها طاحوا. البنت ما هي مستوعبة هو مين اللي طخ، مو واضح مين فيهم، بس فجأة تم إطلاق النار. لكن الأغلب بيقول إيه وفعلا هو الثاني هو اللي أطلق النار، لأنه كان موجه المسدس عليهم. هنا ليني يا جماعة استوعبت إنه أختها وأبوها جايين بسيارة الثلج للكابن. شفتوا هذا كله صار بسرعة، يعني الاثنين كانوا فود يركبوا السيارة حقت الكابن تمام ويوصلوا للكابن. أتخيل لو دولا وصلوا وصار معاهم ده كله كده في دقائق ورا بعض وأقل كمان، ودولا دوبهم يوصلوا. اللي كان ماسك ليني اللي لابس رمادي نقول قاتل رقم 1 بالمسدس حقه ثبته في ظهرها زي اللي ولا كلمة. الأب والبنت نزلوا من السيارة، فالتاني اللي هو المجرم رقم 2، هم 2 بس، نط من الجراج على الأب والبنت، وجه المسدس عليه وقال له لا تتحرك لا تتحرك لا تسوي أي شيء، طلع لي إيش فيه في جيبك. الأب في ثواني تعرفوا اللي إيش صار إيش فيه وين اللي في البيت، أما لتكون تسويت فيهم شيء ليكون قتلهم، كل هذا في راسه أكيد. قام الأب حط يده في جيبه وطلع كل شيء في جيبه وقال له بس سيبنا، خد اللي تبغاه، خد السيارة، خد كل شيء. المجرم رقم 1 أعطى تعليمات للمجرم رقم 2 وقال له أطلق النار عليه، لكن الواضح المجرم رقم 2 ما يبغى، فساب المسدس ومسك مطرقة. ليه مسك مطرقة ما أدري، بس جايني إحساس إنه هو أصلاً ما كان يبي يسوي جريمة. فاللي صار يا جماعة إن المجرم رقم 1 ساب ليني ومسك المسدس ووجهه على الأب، أطلق النار ما طلع رصاص، أطلق النار ثاني مرة وما طلع رصاص، أطلق النار ثالث مرة وهنا طلعت الرصاصة. يقال إن الرصاصة كانت قريبة من تريشا لكن أصابت الأب وطاح في مكانه. تريشا شافت أبوها وهو بيموت قدامها، بيجي دحين البنتين دولة بس. المجرمين هنا لما شافوا إنه خلاص هم خلصوا اللي يبغوا قالوا للبنات فين في بنزين نبغاه. المجرمين عشان ما يبغوا أثرهم يفضل في المكان قاموا فكروا إنهم يحرقوا المكان عشان الأثر يروح، وفعلا كبكبوا البنزين وحرقوا المكان، وقالوا للبنات ياخدوا الأشياء اللي هم سرقوها يحطوها في سيارة الثلج، وأخذوا البنتين وراحوا للبوابة الرئيسية بعد ما حرقوا الكابن. الحريق الواضح انه هو ما كان كبير، او يمكن الغاز او البنزين ما كان في كل البيت، كان في اماكن معينة، لانه كابن بعد كده ما انحرقت كلها، بقي منها. هذا الكلام انا قلته لانه في صور للكابن والمسرح الجريمة، فعشان كده انا شايفه في بعض الاشياء ما انحرقت او حريقها كان خفيف. ابغى بس تتخيلوا، عيد الشر عنكم طبعا، بس ابغاكم تتخيلوا صدمة البنتين دولة على كل شيء صار في دقائق قبل شوية، وصدمتهم في
إيش حيصير فينا قدام. لما نوصل البوابة الرئيسية اللي هي المكان اللي تحط فيه أنت سيارة الثلج عشان تأخذ سيارتك وتمشي، هنا شافوا عمهم جاي. عمهم لما شافهم كان زي اللي شافهم ويبقى يروح لهم. طيب بس البنتين طالعوا فيه، بعدين لفوا وجيههم الاثنين وكأنهم ما يعرفوه، اتجاهلوا عمهم تماما. هنا العم بيقول أنا استغربت من الحركة بس قلت أوكي مراهقين يعني ايش نسوي، وقال شفت معاهم شابين وجاء في اعتقادي ان دول البوي فريندز حقينهم. بس بعدها بشويه لما ركبوا السياره البنتين والمختطفين، العم شافهم وكان قاعد يلوح لهم انه يبي يوقفهم او يسوي لهم باي باي. فالبنتين طنشوا تطنيش تام ولا سووا اي شيء، وهنا العم بدا يقلق انه ما عمرهم البنتين سووا الحركه دي. بس العم ما كان يعرف انه البنتين كانوا أذكياء تعمدوا يسووا كده عشان لو الاثنين دول عرفوا انه ده عم البنتين كانوا قتلوه هو كمان، على الاقل يكون شاهد على الشيء اللي صار. فالعم كان واقف شويه مستغرب، بس بعدها في اقل من دقيقه صار معاه موقف صدمه. يا جماعة على فكرة وأنا بصور معاكم الآن شفت في الشباك إنه قاعدة تمطر هنا عندنا في جدة، فتخيل إن أنا قاعدة أسوي لكم دي القصة والشباك وراكم قاعد يمطر. يعني صراحة روقان، مع إنه القصة مرة تحزن بس إنه الأجواء جميلة، فتوقيت جدا رهيب، حبيت أشارككم دي المعلومة. المهم اللي شافوا العم بعد كده وهو الشخص راكب السيارة حقة الثلج وماشي فيها إلين ما وصل وقرب عند العم. العم لاحظ إنه الرجل ده لا لابس هيلمت أو حتى جاكيت ولا قفازات، وإحنا نتكلم عن مكان كله ثلج في منطقة يعني معزولة، فالبرد هناك دبل. قرب الشخص ده أكتر وأكتر من العم. العم اسمه راندي، لاحظ انه البني آدم ده وجهه كبير منتفخ، عينه من كتر ما هي منفوخة يا جماعة قربت تقفل، وفوق ده كله الرجال وجهه كله دم. الرجال قاعد ينزف لين ما استوعب انه هذا اخوه ابو البنات اللي تم اطلاق النار عليه في راسه. الرجال طلع حي، قال لاخوه بسرعة ايش اللي صار. فتخيلوا العم راندي واقف في النص يبقى يستوعب اللي هو شايفه، يبقى يستوعب شكل أخوه، يبقى يستوعب اللي صار في الكابن، ويبقى يستوعب أنه قبل شوية شاف بنات أخوه قاعدين ينخطفوا. فشوفوا الموقف اللي فيه الرجال ده من فين يبدأ. الأب ما أهتم في صحته، قال له ألحق بناتي، أبغى بناتي. فراندي أخذ أخوه حطه في الكرسي الوراني ولحق السيارة، لكن ما قدر يلحقها، ما قدر يشوف هي فين، لكن فاكر كل شيء في السيارة. فوقتها كان عنده جوال، بس طبعا يعني الجوال يلا لك عليه. المشكلة المنطقة اللي هم فيها كان كلها جبال، فالإرسال كان جدا سيء، إلين ما لقى إرسال واتصل في 911 وحكاهم كل شيء. فجأة جوال الرجال قفل، قام راح لأقرب محطة واتصل وكمل كلامه مع الشرطة وقال لهم الآن أبغى هليكوبتر عشان أخويا في حالة جدا حرجة، لأن هم في مكان زي ما قلت لكم مقطوع. فجابوا له فعلا الهليكوبتر وأخذوا الأخ. في دي الأثناء كانوا البنتين مع الخاطفين بيمشوا، وفجأة مرت من جنبهم سيارة شرطة. سيارة الشرطة فجأة لفت ولحقت الخاطفين. فالبنتين تعرفوا زي اللي ماسكين يد بعض، اللي أخيرا أخيرا الشرطة شافتنا. أتوقع فهموا هنا إنه عمهم حس إنه فيهم شيء غلط وكلم الشرطة. الخاطفين أصيبوا بالذعر زي ما قالوا، ما هم عارفين إيش يسووا، فدعسوا لأقصى سرعة وصاروا الشرطة يزيدوا يلحقوهم إلين ما راحوا الخاطفين ناحية وادي. بس هناك من السرعة اللي كانوا فيها انعطفوا وطاحوا في مكان كده على الجنب. على طول جات كل سيارات الشرطة حوالينهم ونزلوا وكل المسدسات على السيارة، كانوا كلهم جوا أحياء، ما أصيبوا بأي شيء لأنه السيارة حرفيا ما انصدمت بشيء ولا تحطمت ولا كانت صدمة كبيرة. البنتين أخذوهم الشرطة والمجرمين تم إلقاء القبض عليهم. الأب كان في حالة جدا حرجة لكن عاش. تعرفوا ليش عاش؟ طبعا هو أكيد مكتوب. المسدس اللي استخدمه المجرم كان مسدس صيد الطيور. طيب هو في النهاية مسدس وفي النهاية خطر وفي النهاية بيقتل. تعرفوا اللي نسبة إصابته بالعادة مو نفس إصابة المسدس العادي، هذا الكلام هم قالوه، أنا ما عندي أي خبرة في المسدسات ولا أدري عنها، بس ممكن استخدام المجرم للمسدس الغلط بطريقة غلط من الذعر حقه إنه يا الله مو راضي يشتغل، جات الطلقة عند العين، بس في النهاية الرجال عاش. لكن هنا في تفصيلة شوية مزعجة وأنا هتكلم عنها، إذا حسيت إن أنت تضايقت فورا سوي ميوت أو
مشي شوي الفيديو. البيت كان يحترق طيب، والنار بدأت تيجي في سترة الأب. فالأب لما شاف نفسه أنه هو على قيد الحياة جاته قوة أنه قام وشال السترة، دخل الحمام أخذ شاور عشان يشيل أي بواقي من البنزين، وركب السيارة وراح. تفتكروا ما قلت لكم الأخ شاف أنه في واحد لا لابس جاكيت ولا لابس قفازات ولا لابس شيء؟ الرجال مو حاسس بالبرد، مع أنه أخذ شاور مو حاسس بالبرد. وهنا نتعرف على المجرمين. المجرم الأول اللي كان لابس سترة اللي لونها رمادي كان اسمه فون تايلر، أما الثاني كان اسمه إدوارد ديلي. مين الولدين دولة اللي كانوا أصلاً من أوائل لمنتصف العشرينات، وليش سووا كده؟ الولدين دول يا جماعة كانوا من قبل عليهم سوابق، يعني كانوا مسجونين. الأول اللي هو فون كان مسجون لأنه عمل عملية سطو قبل كده، يعني حاول يقتحم وسرق. أما الثاني تم إلقاء القبض عليه لأنه حرق مكان بالعمل. التهمتين اللي سووها قبل رجعوا سووها، لكن دي المرة في مكان واحد. بعد إطلاق سراحهم تمام، حطوهم في بيت زي ما قالوا في كده في منتصف الطريق. قعدوا شوية في ده البيت، بعدين خرجوا عشان يدوروا على شغل. كم الفترة اللي قعدوا فيها يدوروا فيها شغل وفين دوروا بالضبط مو مذكورة في المصادر اللي أنا شفتها، لكن أصلا في النهاية ما هي مهمة، لأنه هم يعني انتهى فيهم المطاف إنه واحد فيهم يعرف عن موضوع الكوخ، فراحوا الاثنين للكوخ هذا عشان يبوا يسرقوا منه يأكلوا ويشربوا كده. وفي نفس الوقت هم بيستنوا العيلة عشان يبوا يسرقوا السيارة حقت العيلة ويطلعوا برا المكان اللي هم فيه اللي هو يعتبر مقطوع. اللي ما تعرفوا انه قبل لا يجلسوا في كوخ العيلة قالوا انهم سرقوا كذا كوخ قبلها، فده اللي خلاني اخمن المنطقة دي فيها كذا كوخ بس كل واحد بعيد عن الثاني، او انه بس كوخ العيلة الوحيد اللي بعيد. فهم لما خلصوا من الاكواخ راحوا لكوخ العيلة وقعدوا فيه. طبعا انا بقول كوخ هو ممكن كوخ كابن كله يعني يمشي، بس عموما قعدوا في الكابن حقت العيلة واستنوهم لين ما يجوا عشان بس يسرقوا السيارة. خلال ما هم قاعدين بيستنوا قعدوا شربوا اكلوا وبكل وقاحة فكوا هدايا الكريسمس اللي كانت العيلة لفتها عشان لما ييجوا باقي العيلة ويحتفلوا، وهذا السبب اللي خلى الاثنين دولة يحرقوا المكان عشان الدين حقهم حرفيا في كل مكان. كان في أماكن لسه ما انحرقت، أماكن زي طاولة القهوة زي ما قالت الشرطة. طاولة القهوة كان فيها كاميرا فيديو وكان فيها أشرطة. أخذت الشرطة هذا الشريط وشغلته، شافت انه في اشرطه فيها عاية تصوير العيله، وشافت انه الاثنين دولا صوروا فيديو قبل حدوث الجريمه بشويه اللي شفتوه بدايه المقطع. I don't know. Okay. I don't think I got all of this. I don't know. How am I supposed to find out? What is it? إدوارد ماسك الكاميرا وبيصور فون. سبحان الله يقول لك سيماهم في وجوههم. فون واضح عليه انه هو تحسه متعود ما عنده قلب ابدا، والكلام هذا ما جبته من عندي، هو فعلا فون ما عنده اي قلب ولا اي احساس، لانه لما جاءوا عند المحاكمة فون لا بان عليه الندم ولا بان عليه انه متأثر ولا اعتذر للعيلة ولا اي شيء، عادي. فون يا جماعة يعني زبدة الموضوع، لانه انت تعرفوا امور المحكمة جدا طويلة وما ادري ايش، في امور ممكن أذكرها مثلا لأنه يعني حيحتاج أن أنا أحكيكم مثلا صار تويست في المحكمة صار شيء معين قال، بس هادي يعني مو مهم تعرفوا كل شيء. أنا يهمني تعرفوا أنه الحكم عليه الأخ بالإعدام، ومو حكم واحد حكمين، لأنه في البداية لما جابوه كان عليه يمكن فوق 8 تهم. العائلة تبغى الإعدام، فعشان الإعدام ده أسقطوا عنه تهم كتير وخلوا تهمتين اللي هي القتل العمد، والتانية اللي هو هرب من الشرطة وكان بيسوق بسرعة عالية ومدري. مهم انه الاعدام اعطوله هو. خلصت محاكمة الاخ فون اللي هو رقم واحد اللي هو انا شاكة انه العقل المدبر. بعد 3 اسابيع جاء وقت الاخ الثاني اللي هو إدوارد.
ومفاجأة مين اللي ظهر في قاعة المحكمة؟ أبو البنتين. الأب إدوارد وفون ما كانوا يعرفوا أن الأب لسه عايش. انصدم لما نعرف أنه هو عايش، انصدم لأنه المفروض أنه الطلقة جات في الرأس جنب العين، يعني أنت خلاص ميت، ربنا كتب له عمر جديد، وأنت لما تشوفوا الأب تقولوا ولا كأنه صار معاه شيء. كان القتل من الدرجة الثانية. وبرضو شيء ثاني مشابه للأخ الأولاني، شوفوا أنا ما أفهم يا جماعة في أمور المحكمة وما أفهم في القانون كويس، فعشان كده أنا اديتكم الزبدة. طيب إذا أنتوا حابين تعرفوا أكثر يمديكم تبحثوا عن القضية وتعرفوا أكثر بالتفصيل الممل، لكن اللي نعرفه دحين إنه رقم واحد وهو فون كان الإعدام عليه الإعدام، أما الثاني ما عليه إعدام لكن السجن مدى الحياة. بس أصبروا لسه القصة ما خلصت. أبو البنتين جاله سرطان ومات. البنتين هم اللي حكوا القصة اللي صارت معاهم زائد العم راندي. راندي حكى الشيء اللي شافه بداية ما شاف البنتين وهم مخطوفين وأخوه، لكن الشيء اللي صار قبل ليني وتريشا هم اللي حكوا. في 2014 الأخ فون طلب استئناف والمحكمة رفضت، وحكم الإعدام حيمشي عليك. أما بالنسبة لإدوارد تاني اللي أخذ سجن مدى الحياة، رسل رسالة لليني إنه هو بيعتذر منها وإنه سامحيني تغيرت، أنا دحين بكتب لك إنه أنا إدوارد الشخص العاقل الكبير، مو نفس الشاب الشرير اللي شفتي ذاك اليوم. طلب منها إنها تسامحه. ما أدري ليش ليني بالذات، ليه وتريشا فين، بس في النهاية ليني قالت أنا سامحته. ما أعرف إيش اللي قاعد يصير في راس ليني وقتها، بس وهي قالت إنه أنا أخيرا لقيت حريتي لأنه كان ممكن ياخدوني يعملوا يسووا، فقررت إنه أنا أسامحه. قرارها وهي حرة في النهاية وما حيغير شيء لأنه هو مرمي في السجن وما حيطلع. لكن الآن لو جف بالكم إنه بطلت العيلة تروح تاني للكوخ، فأنتوا غلطانين، لأنه البنتين رمموا الكوخ من أول وجديد وخلوا الكوخ بدال ما هو ذكرى سيئة يكون ذكرى جميلة، لأنه أول شيء كمكان استراتيجي ومكانه جدا جميل، مكان لراحة البال، ومن وقت ما صارت الجريمة دي ما عاد صار شيء تاني. ولكن البنتين بيقولوا يعني زي اللي روح أمنا هنا، آخر مرة شفنا أمنا كان هنا وجدتنا طبعا، فبدال ما نفتكر شيء سيء نفتكر أنه هنا إحنا لما نيجي كأننا بنلتقي فيها تاني مرة. فهمت المشاعر دي اللي تفضل انت بتحس بشيء فما تقدر توصفه وبتوصفه بدي الطريقة؟ وما زالوا من بعدها يروحوا للكوخ، يجلسوا يجتمعوا مع العيلة ويحتفلوا كل سنة بالكريسماس. لكن ما نقدر ننكر انه كل ما يجي وقت الكريسماس اللي هو وقت الجريمة يوم 22 ديسمبر ما يقدروا انهم ينسوا اليوم هذا. فأتخيل أنه بدل ما يحتفلوا قبلها بكم يوم يفتكروا الحادثة وبعدها يحتفلوا في نفس المكان، أنه زي أنه المكان اللي أنتوا متوا فيه زي اللي حسكم موجود فيه، فحنحتفل معاكم في ده المكان. فهمتوا؟ فأنا عجبتني النهاية أنهم حولوا المكان اللي فيه تراجيدي لمكان جميل لذكرى جميلة، ما خلوا الشيء ده أنه يعور لهم قلبهم، مع أنه هم ما حينسوا الشيء هذا، ولا تعرفوا اللي أخذوها بإيجابية. ومن بعد الموقف ده تريشا وليني صاروا البنات قريبين من بعض أكثر. لا تنسوا الشيء اللي شافوه قدامهم ما كان قليل، كل واحدة فيهم كانت بتقول أنا حموت دحين خلاص، أنا إيش حيصير فيها لو أنه مثلا عمي ما تكلم، لو أنه الشرطة ما أدري إيش، إيش كان حيصير فيهم؟ هم حقيقي ما كانوا عارفين، هم كانوا راكبين مع الخاطفين في السيارة ورايحين، ما يدروا هم رايحين فين وإيش حيصير فيهم. واحد من الخاطفين كان يطالع في واحدة من البنات ورفع بنطلونه وراهم من ناحية الرجل إنه عنده سكينة، وقال لها لا تقلقي ترى أنا كمان بارع في السكاكين. ما أعرف ليش قال لها كده، بس الواضح أنه الأسلحة كانت في الشنطة وهم قاعدين في السيارة جوا ما في أي سلاح. فزي اللي اسمعي لا تحسب أنه الأسلحة ورا، يا أنا ما أقدر أهددك بشيء، ترى معي سكينة وبارع فيها نفس ما أنا بارع في المسدسات. تراما لبنات في عمر 16 وكده. عموما يا جماعة هذه قصة الجرائم اللي صارت في يوتا كابن أو تيدا فاميلي كابن، ليها كده مسمى القصة دي. وهذه القصة ذكرتني في شيء مماثل أتكلمت عنه في قناتي، يختلفوا كثير الاثنين أي قضية أي جريمة تعتبر إنها مأساة، كيف مكان مستواها تعتبر مأساة، لأنه أنت بتشوفها ممكن عادية أشياء قد مرت عليك بس هي حرفيا موجعة للناس اللي شهدتها. ولكن كيدي كابن اللي أنا تكلمت عنها حرفيا يعني كانت غريبة والقاتل مجهول. فإذا عجبتكم هذه القضية، مو أنه عجبتكم كأنها مأساة، لا، أنه كأحداث، فروحوا شوفوا الكيدي كابن، ما هي نفس النهاية وأنسولف، ولكن الكيدي كابن حتخليكم تشغلوا مخكم لأنه المشتبه بهم شبه معروفين. هذا كان فيديو اليوم. See you guys later.